أسى الأب أنطون هريمات كاهن رعية كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان قداسا إلهيا تم فيه تجديد الوعد لكشافة اللاتين بحضور قادة من كافة المجموعات الكشفية وجموع من المؤمنين. إلى التفاصيل. نحن الكشفية قامت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة العذراء الناصرية بالصوفية بتجديد وعدها الكشفي لسنة 2020 مطلقة شعارها لهذا العام لم آتي لأخدم بل لأخدم بقداس إلهي أقامه قدس الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة بمشاركة قدس الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن وحضور نائب الأمين العام وبعض أعضاء الهيئة العامة في كنيسة الصوفية وقادة من كافة المجموعات الكشفية وجمع من المؤمنين. ورفعت الكلمات الرمزية نبراساً للكشافة والتي تضمنت التقدمة والتضحية والخدمة والمساعدة والمحبة والعطاء وبهذا الشعار الإنجيلي تلت مجموعة كشافة ومرشدات رعية العذراء الناصرية وعد سنتها الكشفية بحضور كشفي مميز بالمئات من أفراد المجموعة الكشفية المستضيفة من الشبل إلى الجوال وبحضور أهالي الرعية والقادة الجدد أمام هيكل الرب يسوع المسيح في جو من الخشوع والتقوى. إخوتي، مشكلتنا هي أنفسنا، حطينا حالنا بالمكان الغلط، لقد وضعنا أنفسنا في وسط الدائرة، في وسط دائرة حياتنا، وكأننا أصبحنا الألف والياء. وأردنا نحن بقوة عضلاتنا بقوة تفكيرنا وبقوة علمنا واتكالنا على أنفسنا أن نحل مشاكلنا دون أن نعلم أن اعتمادنا الكلي والحصري على أنفسنا هو مصدر ضعفنا. السيد المسيح يقول لنا بدوني لا تستطيع أن تفعلوا شيئا. واليوم يكشف لنا الإنجيل هذه الحقيقة فيقول من منكم يستطيع أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة. عمالك تقلق على مين؟ أفلان من الناس خايف عليه، قلقك بقودك إلى الخوف عليه، خايف عليه أنه يمرض، خايف عليه أنه ما يشتغل، خايف على مستقبله، خايف لا سمح الله يحدث له سوء. كل هذا القلق إلى اليوم، أنت اللي عمرك 30 ولا 40 سنة ولا 50 سنة، اللي طول هاي المدة كنت تقلق، كل هذا القلق إلى ماذا قادك؟ لوين وصل فيك؟ مشكلتنا أننا فقدنا الثقة به تعالى بسبب قلة إيماننا. واليوم يريد أن يفهمنا السيد المسيح أمراً هاماً، وهو علينا أن نشتغل، علينا أن نفكر ونعمل ما بوسعنا، لكن هذا لا يكفي، علينا في نفس الوقت أن نضع ثقتنا به تعالى.
ومتى عملنا ما علينا أن نقوم به وسلمنا أمرنا لله ووضعنا أنفسنا بين يدي عنايته وحكمته الأزلية، أنذاك سيحل السلام في حياتنا رغم كل الصعوبات. وبعد انتهاء القداس قدم أفراد المجموعة عدداً من العروض من التشكيلات الكشفية والعروض الفردية والرقصات، ما ميز الاحتفال بالروح العالية لدى الأفراد بمزيداً من البذل والعطاء. اليوم نحتفل بتجديد وعدنا الخامس تحت شعار لم آتي لأخدم بل لأخدم. ترأس هذا القداس كاهن الرعية أبونا أنطون إميل بمشاركة قدس الأب إبراهيم نفاع اللي هو المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة مرشدات اللاتين الأردن. وبحب أشكر جميع الحضور وأكيد بشكر المجموعات، قادة المجموعات اللي شاركتنا هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة المباركة وجهت المجموعة الكشفية بقيادتها وأفرادها الشكر الجزيل لقدس الأب أنطون هريمات ولقدس الأب إبراهيم نفاع وللهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن ولقادة المجموعات الكشفية والإرشادية ولكل من شاركهم فرحتهم في هذا اليوم.